ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج العذراء وتوقعات الاسبوع الثالث لشهر مايو لعام 2021. الاسبوع الثالث بالنسبه لنا مهم جدا جدا جدا. عندنا مازال في تميز، مازال في ابداع، مازال في ايجابيه. الاسبوع الثالث احسن كتير من الاسبوع الرابع ببعض النقاط او بعض الامور اللي ليها علاقه بيه. ان عندنا الشمس موجوده في برج الثور، برج ترابي، اي برج داعم لينا بشكل قوي، اخبار ايجابيه، تميز انه واقف جنبك، حاله من الدعم، حاله من الايجابيه، حاله من تسلط الاضواء عليك بشكل قوي. وده معناه عندنا سلاح ذو حدين. مش معنى ان الاضواء تكون متسلطه عليك يعني ده ابداع او ايجابيه او تميز فقط، لا، لو انت قمت ببعض الاخطاء او الغلطات فده برضو بيكون اضواء مسلطه عليها. يعني الحلو بيبان قوي قوي وبيتبروز، والوحش بيبان قوي وبيتبروز، فخلي بالكم جدا من النقط دي. طيب برج العذراء، فانت عندك حاله من الدعم من برج الثور او الشمس اللي موجوده في برج الثور، ده غير كمان اورانوس اللي موجود في الثور وبلوتو اللي موجود في الجدي، يعني عندك في تشكيله كده حلوه مهمه بالنسبه لك. الا ان عندنا مرحله وجود القمر يوم 2021 في برج العذراء برجك، فترة قوة، دعم، إيجابية، إبداع، تميز بشكل لذيذ جدا جدا. الفترة دي الشمس بتبدأ إنها تتحرك من برج الثور وتروح ليوم 21 في برج الجوزاء، بس كأنها فترة بتقول لك ها الفرصة الأخيرة جات لك وبقوة. وبقوة لازم تستغلها بشكل قوي قوي. الاسبوع ده كله ملكك، لازم تستغله. هو مش ملكك قوي بس لازم تستغله، لان عندنا برضو فترة شوية صعبة اللي هي يوم 18 و19. طب ما تيجي اكلمكم على الايام من البداية مش من الاخر كده، يعني من يوم 15-16 نهار 17 القمر موجود في برج السرطان. فترة بالنسبة لك شوية يعني هادية، بس تبعد فيها عن الانتقاد، عن الخلافات، عن مشاكل مع الماضي او شريكك او الشخص اللي انت انفصلت عنه. في بعض الخلافات او الكلام على امور مادية او ممتلكات خاصة بيبدأ شوية عليها كلام او امر جدلي، لازم تكون حريص واخد بالك جدا جدا من تصرفاتك وكلامك عشان ما تضيعش حقك. الكلمة او الانفعال ممكن تضيع حقك، خاصة انك متسرع بالانتقاد. اكتر حاجة متسرع فيها يا برج العذراء، غلط كبير بنقع فيه في الاسبوع الثالث ممكن يوقعنا بجد، فكون حريص جدا على النقطة دي في خلال الايام دول، خاصة لو بتتعامل مع ابراج مائية، مع ابراج مائية. ومن الابراج النارية هقول لك برج الاسد وبرج الحمل، يعني تخلي بالك جدا منهم. طيب بالنسبة يا برج العذراء ده فترة تخلي بالك. بعد كده بندخل في فترة، هي فترة متقاربة بس فيها ايجابيات، لو انت خليت بالك من بعض الظروف او خليت بالك من تعاملاتك، من انتقاداتك، افعالك، هتلاقي ان الجو بالنسبة لك بيمشي بشكل حلو ولذيذ، اخبار حلوة، ايجابي جدا جدا. بعد كده فترة يوم جزء من يوم 17 اللي هو بقى من يوم 17 بعد الظهر، هتلاقي ان انت 17-18-19 فترة القمر موجودة في برج الاسد، ففترة بالنسبة لك صعبة تقيلة. عارف فكرة كأنك مش طايق موضوع، في موضوع مش طايق واخده على اعصابك جدا، خلاف او انتقاد نوع معين، وشدية، في شدية في التعامل او بعض الانتقادات اللي انت معرض ليها، او حالة كده كأنها غريبة قوي، حاسس ان حد بيلوي دراعك، او حاسس ان في بعض الانتقادية او امر سلبي، او اشخاص بيتدخلوا في ما لا يعنيهم، او حد بيحطك تحت ظرف معين او مشكلة معينة، في نوع من انواع الضغوط اللي انت مش بتحبها بمعنى اصح، فده موجود بالنسبه لك. خلي بالك بقى من برضه من الانتقاد، من الخلاف، من الحاجات دي كلها، كون حريص، استعد جدا جدا للفتره اللي جايه. فتره مهمه ان انت ما تقدمش على وظيفه، ما تبداش في مجال، ما تواجهش حد بخصام او بمشكله او بعيب، حتى لو موجود في الشخص ده بشكل حقيقي ما تواجههوش عشان ما يقلبش الترابيزه عليك. يقلب الترابيزه عليك يعني ايه؟ يعني يلبسك انت الغلط او يوقعك انت في الغلط. وفي ناس بارعه جدا جدا في ان انت تيجي تغلطهم يغلطوك، فخلي بالك. فعندك الفترة دي قدم على وظيفة في الفترة اللي بعدها، الفترة دي ما ينفعش تقدم فيها على وظيفة أو تقدم فيها على حاجة، يعني لأن هيكون فيها صعوبة وفيها بعض التقل شوية. أنا بقى والله ما هدفي حاجة، أنا هدفي إن أنا أعرفك اليوم واصل لك إزاي، أو إن أنت تحذر في إيه، تخلي بالك من إيه، يعني مش عشان أي حاجة غير كده. ممكن أزرع فيكم كمية طاقة، بس أنا لازم أعرفكم اللي إحنا نخلي بالنا منه، عشان لما نخلي بالنا منه يبقى نحافظ على الإيجابية بتاعتنا ونقدر نوصل بيها الأمان أكتر، اللي هو هيكون يوم 2021 اللي القمر موجود في برج العذراء. وأقول لكم في الآخر تأثيرات الكواكب بالنسبة لك، لأن تأثيرات الكواكب
بتلطف على التأثيرات وجود القمر، يعني هتلطف لك الأجواء في يوم 17 18 19. المهم يوم 20 21 القمر لما يجي عندك أقول لك انطلق واعمل اللي أنت عايزه، إبداع وإيجابية، والحظ مرة واحدة ابتسم في وشك وإيجابية ولا لا 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 أجواء هتبقى حلوة جدا جدا ما شاء الله. هيكون عندنا أنواع تميز كتير، خطوات حلوة، نبدأ بقى في شراكة حب وزواج وأمور بتمشي وأمور ميسرة. أصل كوكب المشتري بيديلك يعني خطوبة، زواج، حب رومانسية، حب شوق شوق، دلع دلع، فعندك ده جدا جدا. طيب ده يومين مميزين إيجابيين جدا. عارف بقى تأثيرات بالنسبة لك المشتري، كوكب المشتري انتقاله من يوم 14 لبرج، انا متهيألي قلت ده بس قلته في توقعات النص التاني. المهم الكوكب المشتري لما بيروح لبرج الحوت بالنسبه لك ده بيت شراكات وزواج، يعني عندك زواج، خطوبه، امر بيكتمل، في حب، قصه حب بتكتمل، في حب بيبتدي، في بدايه جديده، بدايه جميله، بدايه رائعه متميزه من الناحيه العاطفيه. ده تاثيرات كوكب المشتري. كمان الموجود بالنسبه لك في برج السرطان، يعني اي عندك بيتك، البيت الاصدقاء، فبالتالي ده بيدي لك نوع من انواع الاصدقاء اللي بتتحول علاقه عاطفية، يعني علاقة صداقة تتحول لعلاقة عاطفية. لو عارفين وده سهل جدا، يعني انا وجوزي كنا اصحاب في الاول، يعني مش بس بقى فاهمين انتوا، فاللي هو يعني في عندك علاقات صداقة بتتحول لعلاقات عاطفية بشكل حلو جدا. عندك انبساط عاطفي، عندك بداية حلوة قوي، عندك تقلبات من المشاكل، الخلافات، الضغط النفسي، القرف بكل معانيه الى الايجابيات والابداع والتميز والايجابيه الحلوه اللي بتبدا معاك من يوم 20. مع ان الاسبوع الثالث اللي الشمس موجوده عندك، انا قلت لك خلي بالك اصل انت نفسيتك شويه متقلبه، ان الاضواء تتسلط عليك بسبب الشمس اللي موجوده في برج السور، ده معناه ان هي بتتسلط بعيوبها، او الاضواء بتتسلط عليك على العيوب وعلى المميزات. فهنا انت الحريص ان انت توصل نهايه الاسبوع لايجابيه بشكل كامل، ولا الدنيا لسه هنحاول فيها؟ فتخلي بالكم احنا عندنا نهاية الاسبوع ايجابية وبداية متألقة قوي لفترة مهمة، الا ان بداية الاسبوع او بداية اول بالنسبة لنا 4 ايام، اول 5 ايام دول مهمين جدا جدا ان انت اللي تكون ماسك اعصابك واخد بالك عشان تقدر تحافظ على رتم الايجابية وانك تتألق اكبر وتبدع اكتر. بالنسبة والعلاقات العاطفية والعائلية دول اهم حاجة، لان عندك اكتر المشاكل علاقات عاطفية وعائلية، علاقة فيها بعض الصعوبة، خلاف الاهل، رفض الاهل، انتقاد الاهل على الشريك، الشريك انتقاد على الاهل، اتفاق واقف، كل ده كون حريص وسايس الدنيا عشان تمشي، سايس الدنيا عشان تمشي. ده نوع الخلاف اللي ممكن يكون موجود في اول 5 ايام على فكرة، فسايسنا الدنيا كده خليناها حلوة، الامر بيمشي معانا لبر الامان. غير كده بقى عندك استشفاء، شفاء صحي من مشاكل، من هم، من غم، من ضغط، عندك كأنك بالظبط كنت جوه بطن الحوت وخرجت او بتخرج، كأنك الابواب بتفتح قدامك بعد قفله في غرفه ضلمه من الاخر كده. طبعا انا ما قلتش في البدايه ده، كل سنه وانتم طيبين اصحاب برج العذراء، كل سنه وانتم بخير وبسعاده، ويا رب يكون فعلا فتحه خير عليكم وبدايه سعيده عليكم وعيد، يعني يكون فعلا عيد من حيث الحياه بالنسبه لكم، يعني عيد يبتدي بيه حياتكم الايجابيه، لان فعلا ده هيكون موجود، ده باذن الرحمن البدايات الجديده وبدايه اللي هتحس بيها انت، احساسك بيقول لك ده، احساسك بيقول لك ان في تغيير، في ايجابيه، في عيد بالنسبه لك حلو قوي قوي، تغير حلو. طيب بالنسبه للنقطه دي في اهميه بشكل قوي قوي قوي. بالنسبه برضو لحاجه تانية يا برج العذراء، انت عندك تصالح وتصليح اخطاء في خلال الاسبوع الثالث. وانا من وجهه نظري لو هقول لك نصيحه، بادر بده، بادر بيه ان انت تصلح اخطائك، بادر بيه ان انت تفهم نفسك اكتر، تفهم الاشخاص دول على حياتهم ايه. مش اي حد قلبي بياكلني عليه يبقى حبيبي، احيانا قلبك بياكلك على الشخص الخاطئ، احيانا بتحب الشخص الخاطئ، بتحب الشخص اللي ممكن لو طال ان هو ياكلك حي او يمص دمك كده هيعمل ده. فخلي بالكم دايما اوقات كتير بنحب الشخص اللي فعلا
مر، مش حلو ابدا لينا، يعني لو طال يقتلك هيعمل كده. فخلي بالكم جدا على قلبكم ودرجه حبكم للشخص الصح مين والشخص الغلط مين، وخلي بالكم من ان انت توقع ما بين حد وحد، او ان انت تفهم امر غلط فترجع تندم على تصرف غلط انت قمت بيه. عندك وقت حلو لتصليح الاخطاء، وقت حلو للتصالح ما بينك وما بين الاخرين، فتره مميزه بالنسبه لك بشكل قوي جدا جدا يا برج العذراء. فحاولوا ان انتوا تستغلوا الاسبوع الثالث لانك توصل لنهايه اسبوع ايجابي وتوصل لحلول قويه وابداع بشكل قوي. عامه انا بتمنى كتير ان انا اكون في التوكم اسبوع حلو، بس تخلي بالكم من الحاجات اللي انا قلتها فيه، لان لو خلينا بالنا هنحس ان الاسبوع ده من اروع الاسابيع اللي في حياتنا، ما خليناش بالنا هنحس ان هو لا صعب. خلي بالكم الاسبوع بيبقى دايما في اوقات كده بتبقى سلاح ذو حدين، فلو كنا حريصين قوي قوي هنقدر ان احنا ننتصر قوي. بشكركم وبحبكم كتير، ومره تانية كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، وعيد فطر مبارك ان شاء الله عليكم وعلى كل اللي تحبوهم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.